نشرة الظهر. وفي عناوينها: الحبوب والمواردات تعادل نصف الواردات الغذائية، ووزارة الفلاحة تعلن استعدادها للموسم الجديد. في افتتاح المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون، رئيس الحكومة يؤكد أن الانتقال الطاقي من أولويات الحكومة. أكثر من 550 شهيدا و 1800 جريح في الغارة الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وحزب الله يقصف حيفا والجليل الأدنى. وفي غزة 3 مجازر صهيونية جديدة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. أكد وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري عز الدين بالشيخ اليوم خلال ندوة صحفية حول تقييم موسم تجميع صابة الحبوب، أكد أن الحبوب الموردة تعادل نسبة 50% من الحجم الجملي للواردات الغذائية. تصريح للزميلة نفيسة حسنية. يساهم قطاع الحبوب في الإنتاج السنوي الفلاحي بنسبة تراوح 9%، يوفر 2.5 مليون يوم عمل سنويا، حيث يساهم في استقطاب اليد العاملة. تبلغ حاجية الاستهلاك الوطني للحبوب سنويا 36 مليون طن. تأثير قطاع الحبوب على الميزان التجاري الغذائي، حيث تمثل الحبوب الموردة نسبة 50% من الحجم الجملي للواردات الغذائية، يتراوح معدل الإنتاج بين 20 مليون قنطار خلال السنوات الطيبة إلى حدود 15 مليون قنطار في السنوات المتوسطة، لينخفض إلى حدود 5 مليون قنطار خلال المواسم الصعبة. وتحظى المساحات المروية من الحبوب بنسبة 20% من جملة المساحات المروية بالبلاد التونسية. كما تعمل وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري على الترفيع في نسبة اعتماد البذور الممتازة للحبوب تقدروا حاليا بنسبة 20%، مع دعم وتشجيع استنباط الأصناف المحلية منها. من جهته، قدم كاهية مدير الحبوب بالإدارة العامة للإنتاج الفلاحي محمد علي بن رمضان أبرز الاستعدادات لتوفير الاحتياجات الوطنية من الأسمدة والبذور الممتازة. مستوى توفير المدخلات الانتاج هذا من حيث الاسمده اللي برمجنا بالنسبه للسوبر 45 واللي هو متوفر الاسبوع هذايا في الاسواق، وبدا التوزيع نتاعو منذ تقريبا برنامج نتاعو 30,000 طن. بالنسبه للماده دي بي اللي توا باش نبداو ندخلوا في الطلب عليها مع تقدم الموسم، هي البرنامج في حدود 120,000 طن. وبالنسبه لماده الامونيتر اللي هي تعرفوا اللي هي عامل نتاع انتاج مهم برشا، واللي الفلاحه يبداو يستعملوا فيها من منتصف شهر ديسمبر تقريبا 220,000 طن. احنا برمجنا مع شركائنا وزاره الصناعه المجمع الكيميائي تونسي توريد 70,000 طن من مادة الأمونيتا لتوفير البذور الممتازة. احنا تقريبا صنعنا 300,000 قنطار سيتم توفيرهم، عندنا 50,000 تو جاهزة وقاعدين نوزعوا فيها. 300,000 هو خير من الموسم اللي تعدى. احنا برنامج الشعير باش نوفروا البرنامج الكل هو 160,000 قنطار، منهم تو تقريبا 90,000 قنطار جاهزة. أكد رئيس الحكومة كمال المدوري في كلمة افتتاح الدورة الأولى للمنتدى المتوسط لإزالة الكربون ديكربوماد أن الانتقال الطاقي هو أحد أهم أولويات الحكومة، مذكرا بالاستراتيجية الوطنية للانتقال الطاقي والتي ستمكن من تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30% في أفق 2030. إن الانتقال الطاقي هو أحد أهم أولويات الحكومة، حيث تم وضع استراتيجية وطنية للانتقال الطاقي ستمكن من تخفيض استهلاك الطاقة بنسبة 30% وإدماج الطاقات المتجددة بنسبة 35% في أفق سنة 2030، والتوجه نحو الحياد الكربوني في أفق سنة 2050 تماشيا مع التوجهات العالمية وفي إطار مكافحة التغيرات المناخية، بالإضافة إلى تطوير سوق الهيدروجين الأخضر ومشتقاته الذي يمثل أبرز مرتكزات المنظومة الطاقية على المدى البعيد. وتتمتع تونس في هذا الإطار بإمكانيات هائلة وقدرات تنافسية عالية، إلى جانب موقعها الاستراتيجي في الحوض المتوسط وتوفر البنية التحتية للنقل البحري والبري، وهو ما يمثل بيئة جاذبة للاستثمار والتعاون في مجال الانتقال الطاقي. وفي إطار مساعدة المؤسسات الخاصة في التحكم في الطاقة وإزالة الكربون، أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أطلقت منصة رقمية توفر عدة خدمات أهمها تمكين المؤسسات الصناعية من احتساب البصمة الكربونية. المدير العام للوكالة فتحي الحنشي يوضح.
المنصة هذه توفر عديد الخدمات للمؤسسة. الخدمة الأولانية والمهمة هي كيفاش تحسب البصمة الكربونية متاع المؤسسة بتاعك ولا بتاع المنتوج بتاعك. تدخل تحط المعطيات يقول لك المنتج الفلاني اللي تصنع فيه قداش فيه كمية CO2 باش تعرف قداش تنتج كربون وكيفاش تخفض فيه. نجيو لكيفاش تخفض فيه. كيفاش تخفض فيه؟ فما زادة في وسط المنصة هذه فما عديد تجارب متاع شركات مماثلة قاموا بها وفما تسجيلات دي فيديو سجلناهم للناس هذوما اللي قاموا بإنجاز مشاريع واعطوا نتائج. هالنتائج هذه قدموهم هما واعطينا بسط على المشاريع شنو وكيفاش التمويل بتاعهم. حاجة الثالثة والمهمة اللي موجودة في المنصة هي السجل متاع الخبراء والمؤسسات الناشطة في ميدان التحكم في الطاقة. يعني انت عندك برنامج تحب تعمله في المؤسسة بتاعك باش تفركس على خبير باش يخدم لك ولا باش تشري تجهيزات معينة، تدخل للمنصة هذه تلقى المعطيات باش ما ضيعش برشا وقتك. من جهته دعا رئيس منظمة الأعراف سمير مجهول إلى دعم المؤسسات الملتزمة بالتنمية المستدامة وإزالة الكربون وإنشاء إطار حقيقي للشراكة بين القطاع العام والخاص من أجل تحسين الإطار القانوني لزيادة الاستدامة البيئية والقدرة التصديرية للصناعات التونسية. مطلوب من القطاع الخاص في هذه المرحلة هو التركيز على صناعة مبتكرة ومرنة وشاملة وكذلك صناعة مدمجة تصل بسلاسل القيمة الدولية. من المهم إنشاء إطار حقيقي للشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك من أجل تحسين الإطار القانوني والمؤسساتي لزيادة الاستدامة البيئية والقدرة الابتكارية والتصديرية للصناعة التونسية. تعزيز التعاون بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة الشركات الناشئة ودعم المؤسسات الملتزمة بالتنمية المستدامة. ويشار إلى أن أشغال الدورة الأولى للمنتدى المتوسط لإزالة الكربون الذي أمنت مواكبته كوثر العرقوبي تنتظم على امتداد يومين وتعقد تحت إشراف وزارة الصناعة ومن تنظيم الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة ومنظمة الأعراف بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تونس والاتحاد الأوروبي في تونس وجيزات تونس وبحضور 40 دولة. أكد عضو المجلس الوطني لهيئة الصيادلة زياد جردق في تصريح لإذاعة المنستير، أكد أن البلاغ الصادر عن وزارة الصحة بخصوص سحب أحد المضادات الحيوية يهم فقط رقم دفعة الدواء وليس رخصة ترويجه، داعيا الصيادلة والمواطنين إلى التعاون لإرجاع هذه الدفعة الموجودة حاليا في الصيدليات. بلاغ الإصدار فيما يخص سحب الدفعة من المضاد الحيوي أوغمونتا يخص أون بريزونتاسيون معناتها تمثيل من الأوغمونتا 500 ملي جرام بواد 24 كومبريمي اللي هو مضاد حيوي تمت عملية السحب. هي حاجة عادية تكون موجودة من أول العام، كانت ثم عديد عمليات سحب في أدوية ولا المستلزمات الطبية. ما يمثلش سحب بالنسبة لرخصة ترويج الدواء وإنما يمثل سحب الرقم نتاع الدفعة يخص الأدوية المستوردة وما يخص الأدوية المصنوعة محليا. الحاجة الثانية ماذا بينا نذكر المواطن ونذكر الصيادلة كمجلس كون الاستعمال متاع المضادات الحيوية ديما يقعد يرجع للوصفة الطبية. ندعيو المواطنين والصيادلة باش إذا كان فما عملية سحب قاعدة تصير يكونوا متعاونين باش يتم الإرجاع للدفعات اللي موجودين. دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي في كلمة له أمس في الاجتماع الوزاري لحركة عدم الانحياز المنعقدة على هامش أشغال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، دعا إلى مواصلة التحرك والضغط حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من استرداد حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف وفي مقدمتها الحق في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس الشريفة. وثمن وزير الشؤون الخارجية قرار الجمعية الذي طالب القوى القائمة بالاحتلال بإنهاء وجودها غير القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة دون إبطاء وذلك في غضون 12 شهرا من تاريخ اتخاذ القرار. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
وفي تطورات الأوضاع في لبنان، كثف جيش الاحتلال الإسرائيلي ضرباته على جنوبي لبنان وشماله ومناطق متفرقة في البقاع الغربية، أسفرت حتى اليوم عن 558 شهيداً و 1835 مصابة، بينهم نساء وأطفال ومسعفون. ضربات رد عليها حزب الله باستهداف مطارين وقاعدتين عسكريتين ومناطق الجليل الأدنى والكرمل وخليج حيفا. ويستأثر التصعيد العسكري على الجبهة اللبنانية اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم بنيويورك في ظل دعوة فرنسية لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن. التفاصيل في التقرير التالي لإقمار الغربية. في اليوم الثاني من التصعيد الإسرائيلي الأعنف على لبنان منذ بداية المواجهات في أكتوبر الماضي، كثف جيش الاحتلال ضرباته على جنوبي لبنان وشماله ومناطق متفرقة في البقاع الغربي. وقد قررت السلطات اللبنانية تعطيل الدراسة في جميع المدارس والمعاهد والجامعات وفتح المؤسسات التعليمية لإيواء آلاف النازحين من المناطق المستهدفة بالضربات الإسرائيلية. وفي مؤشر على تواصل التصعيد العسكري، لوحت إسرائيل بتنفيذ عمليات برية في لبنان بعد أن قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري إن الجيش سيفعل كل ما يلزم لإعادة الأمن إلى شمالي إسرائيل بما في ذلك إمكانية التوغل البري. كما أعلن جيش الاحتلال قصف حوالي 1600 هدف لحزب الله في جنوب لبنان وسهل البقاع بأكثر من 650 غارة بما في ذلك منصات الإطلاق ومراكز القيادة والبنية التحتية للحزب. في مقابل ذلك أعلن حزب الله أنه استهدف عدة مرات مطار مجيد العسكري بمجموعة من صواريخ فادي واحد وفادي اثنان. كما أعلن استهداف قاعدة ومطار رامات دافيد وقاعدة عاموس بعدة صواريخ، وهي القاعدة الرئيسية للنقل والدعم اللوجستي للمنطقة الشمالية، بالإضافة إلى مصنع المواد المتفجرة في منطقة زخرون. وقالت وسائل إعلام عبرية اليوم إن هجمات صاروخية ثقيلة أطلقها حزب الله واستهدفت بلدات عدة في الجليل الأدنى ومنطقة الكرمل وخليجي مدينة حيفا. وتهيمن الخشية من حرب في الشرق الأوسط على أشغال الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تبدأ عملها اليوم بنيويورك، في وقت أعلن فيه وزير الخارجية الفرنسي الجديد جون نويل بارو إن بلاده طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي هذا الأسبوع لبحث الوضع في لبنان، داعيا طرفي الصراع وأولئك الذين يدعمونهم إلى وقف التصعيد وتجنب اندلاع حريق إقليمي سيكون مدمرا للجميع. وفي آخر التطورات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، استشهد عشرة الفلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في سلسلة غارات إسرائيلية في خان يونس ودير البلح بقطاع غزة، في حين اجتاحت الأمطار الغزيرة خيام النازحين في مناطق عدة من القطاع. وقالت وزارة الصحة في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت خلال 24 ساعة الماضية 3 مجازر مروعة راح ضحيتها ما لا يقل عن 12 شهيداً و43 مصابة. ومع دخول العدوان الصهيوني على غزة يومه 54 بعد 300، قصفت قوة الاحتلال المدارس في قطاع غزة 10 مرات على الأقل خلال سبتمبر الحالي، مما أسفر عن استشهاد أكثر من 80 شخصا وفق مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة. إذن تنطلق اليوم في نيويورك الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في مرحلة خطيرة يشهد فيها العالم الكثير من الحروب الإقليمية، وخاصة في الشرق الأوسط أين تتواصل حرب الإبادة الصهيونية في قطاع غزة والضفة الغربية، ويزداد فيه التصعيد على الجبهة اللبنانية التي تشهد عدوانا إسرائيليا واسعا. تقرير نجيب جناتة. في مشهد دولي مأزوم تتصاعد فيه وتيرة الحروب في الكثير من أنحاء العالم، تنطلق اليوم في نيويورك الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة بحضور أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة، دورة تهيمن عليها الحرب المشتعلة في الشرق الأوسط على الكثير من الجبهات، من غزة التي تدور فيها رحى الإبادة الصهيونية إلى جنوب لبنان الذي يشهد عدوانا إسرائيليا واسعا غاشما غير مسبوق، وهو ما يطرح أسئلة
حول المنتظر من هذا الاجتماع على أعلى منابر الأمم المتحدة. الدبلوماسي الأسبق أحمد هنيس يتحدث. صورة متأزمة من نوع تفجير جملة من الحروب الإقليمية في غزة وفي فلسطين بصفة عامة. أعتقد أن المخرجات ما هيش قريبة المدى، لكن قرارات في اتجاه مفاوضات هامة في الميدان بناء السلام. صحيح أننا نخترق مرحلة جديدة فيما يخص التنظيم الدولي بما فيه إصلاحات ضرورية لمنظومة الأمم المتحدة وللمسؤوليات الموزعة ما بين الجمعية العامة ومجلس الأمن ومش عجب لجان عملية أخرى. طيلة الأشهر الماضية خابت المساعي داخل مجلس الأمن الدولي لوقف الحرب في غزة، وآلت الجهود السياسية والمبادرات الدبلوماسية إلى الفشل الذريع في انتظار مواقف أكثر جرأة وشجاعة وفاعلية فوق منبر الجمعية العامة. نقطة وختام هذا المعدل الإخباري قدمه لكم ياسين الفوغالي، وهذا تذكير بأبرز عناوينه. الحبوب الموردة تعادل نصف الواردات الغذائية، ووزارة الفلاحة تعلن استعدادها للموسم الجديد. في افتتاح المنتدى المتوسطي لإزالة الكربون، رئيس الحكومة يؤكد أن الانتقال الطاقي من أولويات الحكومة. أكثر من 550 شهيد و 1800 جريح في الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وحزب الله يقصف حيفا والجليل الأدنى. وفي غزة ثلاث مجازر صهيونية جديدة. إلى اللقاء.